بالعكس احنا نعم. قادرين في نعم. أميل، هل نحن بطل الدورة الماضية؟ لا. هل نحن المرشح الأول للفوز بهذه الكأس؟ لا. هل تأهلنا إلى المونديال الأخير في قطر؟ لا. هل نحن منتخب لا يشق له غبار؟ لا. هل من عادتنا دائما أن نتأهل إلى المباريات النهائية والنصف النهائية؟ لا. يعني لو تأخذ مجمل مشاركتنا في كؤوس إفريقيا تجدها مملوءة بالخيبات أمين، ولدينا في سجلنا الانهزامات والانكسارات أكثر من الانتصارات. إذن لماذا أو كيف تفسر هذه الغضبة الكبيرة من الجماهير الجزائرية بعد مجرد تعادل مع أنغولا؟ هذا الأمر بسيط محمد، لأنه منذ تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا في مصر 2019 الناخب الوطني جمال الماضي رفع سقف طموحات وأمال الجماهير الجزائرية. الآن من الصعب مع نفس المدرب الذي لا زال يحظى بكامل ثقة الشعب رغم الإخفاقين الكبيرين في كان الكاميرون، ثم بعدها بشهرين الإقصاء من تصفيات كأس العالم 2022، لا زال يحظى بكامل الدعم من الشارع الجزائري. لذلك لا زال هذا الجمهور يثق كل الثقة في جمال الماضي وقدرته على تاريخا كبيرا في كأس إفريقيا، خاصة في أدغال إفريقيا أمين. نعم، ولكنك توجت قبل نسخة واحدة فقط، توجت باللقب، لذلك الشعب الجزائري الآن لا يريد أقل من اللقب. صدقني الجميع يقول لك المهم أن نؤدي دورة جيدة، لو إذا لم يتوج المنتخب الوطني الجزائري باللقب حتى وإن وصلنا إلى المباراة النهائية. أنت تعتقد بأننا عندنا منتخب لقب؟ خيبة أمل كبيرة. نعم، بعدما شاهدت نعم. المنتخبات الأخرى التشكيلة الشوط الأول منتخب الشوط الأول التشكيلة التي لدينا، عندنا تشكيلة لقب محمد، خصوصا أننا شاهدنا إلى غاية الآن تراجع كبار القارة، ولا منتخب إلى غاية الآن تقريبا كبار القارة بدأوا في العودة أمين، باستثناء المنتخب السنغالي الذي قدم مباراة قوية في المباراة الأولى. اليوم شاهدنا المنتخب النيجيري عاد، ولكن هجوميا كان قوي، ولكن لم نشاهد شيء الكثير في وسط الميدان أو في الدفاع من المنتخب النيجيري. لذلك لازلت أصر وأكرر على أن المنتخب الوطني الجزائري يملك أسماء لاعبين يستطيعون قيادة المنتخب الحالي إلى النهائي والتتويج بالنجمة الثالثة. شرط التعامل الصحيح مع التشكيلة والتعامل الصحيح مع المباريات والقراءة الصحيحة للمنافسين قبل وأثناء المباريات. نعم، رشيد تعيين الحكم الجنوب إفريقي جون أبو لإدارة نعم. مباراة طبعا. الجزائر نعم. وبوركينا فاسو يوم السبت، ماذا تعرف عن هذا الحكم؟ هذا الحكم شيء معروف على الساحة، هو خلف الحارس خلف الحكم الكبير غوميز اللي اعتزل التحكيم اللي شارك في كأس العالم الأخيرة نعم. وكان من أحسن الحكام، هو اللي حكم المباراة. يعني مغمور في إفريقيا نعم. وحكم مباراة يعني حكم مباريات كبيرة، هذا ماشي معروف. دار شان لا دنيير فوا هنايا في الجيري، البطوله المحليه بطوله افريقيا المحليه في الجزائر، يقولوا عليه بلي انه حاكم شجاع، حاكم يعني عنده مستوى. من هذا الجانب يعني الجزائر لا تخاف، لانه حاكم يعني لان شوف محمد لازم نكونوا واقعيين، دورات كيما هذه الحكام عندهم طموحات كبيرة، الحكام عندهم الآن وهم على أبواب كأس العالم عندهم طموحات باش يمشيوا لكأس العالم، خاصة وأن كأس العالم اللي فيها بزاف ما كاش حاكم في العالم يحبش يدير كأس العالم. دونك الحكام اليوم مدى بهم يديروا مباريات كبيرة كما شفنا قبيلات، ولا تحب نتكلموا على الحاكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة تاع نيجيريا كوت ديفوار، يعني أدى مباراة رائعة أكثر من رائعة، شفنا نهاية المباراة كيفاش يعني الفريقين كيفاش راحوا صافحوه. يعني من هذا الجانب أنا ما نديش أهمية كبيرة، لأن تورنوا كبير كيما هذا لا فيفا بريزو ولا كابريزو الحاكم ما يقدرش يلعب بلا كارير ديالو. هناك مؤتمر صحفي غدا بحول الله بداية من الساعة منتصف النهار للناخب الوطني جمال بالماضي رفقة اسماعيل بالناصر، كما ان الحصة التدريبية ستكون مفتوحة لمدة ربع ساعة امام وسائل الاعلام، هكذا يمكن للزملاء الصحفيين اخذ بعض الانطباعات، خاصة انه تم غلق ثلث حصص تدريبية سابقة. نعم، هذا مشي جديد. نذكرك في 2010 كنا حاضرين يعني بعدنا بوكوتي ليكيب ناسيونال
غلقوا علينا تدريبات. واش ولينا درنا؟ لا تشفى هذيك معروفه هذيك اللي صعدتوا في لا ماشي هذيك. نهار دورنا راسنا وقفنا درنا اوني دونور كاع الصحافيين اللي كانوا موجودين في انغولا في 2013 اعتقد في 2010 انا كنت حاضر في انغولا حتى 2013 صارت مشاكل مع لي لوزيتش. نعم ومن بعد حنايا تما كوش درنا صحافيين تفاهمنا اعطينا ظهرنا كي جاو خارجين الفريق الوطني درنا وقفه احتجاجيه ودارنا للفريق الوطني. لكن تما هذيك تفضلت ولا برك هذيك كيفاش يقولوا لانكدوت هذيك تماك كي كانوا غلقوا علينا هذاك ستاد كوكيروس واسمه كوكيروس يتشبه الفاوت كاين باتيمون لاصق فيه وتذكرت الحادثه تماك. احنا كي غلقوا علينا هذيك واش درنا انا واحد صحفي طلعنا في الباتيمون باش في لاتيراس نشوفوا لونترينمون اي با شاك فوا وين جوج دوز ايطاج لازم تخلص دي دولار هادوك لي زابيتون ما يخليوكش تطلع اي مسيو ورا غريح تقول له نو يفو بي الو تي باي يخليك تطلع حتى لاتيراس اي با خلصنا براتيكمون واحد 30 ولا 40 دولار طلعنا لاتيراس شفنا لا سيونس دونترينمون شفنا ابوبري. لكن حنا كصحفيين ما كشفناش على التشكيله اللي دار هذاك الوقت رابح سعدان يعني تحفظنا بها محمد. تفضل. سالتك على وقت التدريب وقت المقابله الوقت التدريب الحصه التدريبيه ستكون ايضا على الساعه الثانيه. اعتقد ليست لدي المعلومه ولكن اليوم كانت على الساعه لور دو ماتش. نعم حتى الفريق خصم عنده الحق باش يتدرب في وقت المباراه. صحيح لكن فيه ملعبين للتدريب. الملعب الرئيسي في الملعب لا التدريبات لن تكون في الملعب الرئيسي. لا كاليون تريني لافون في كاليون تريني في لافون. التدريبات لن تكون ابدا في الملعب الرئيسي. التدريبات تكون في ملعب تدريبات من اجل الحفاظ على ارضيه الميدان. نوعيه لان شفنا في مباراه كوت ديفوار نيجيريا الارضيه اثرت من المباراه الاولى تاع غيني بيساو غيني. ان شاء الله نشوفوا ايضا ايت نوري يصعد في رواق الأيسر كثيرا. لم نشاهد آية نوري يلعب بشكل هجومي في المباراة الأولى. أخويا محمد آية نوري كانت في بارتي من لي جوار اللي أمي ديكوفري في لافريك كانت ما عندوش كنحسبوا بالك عنده دو لا تروا ماتش في لافريك. دونك هل ذهبنا لنستكشف افريقيا؟ لا الاجواء محمد خويا نهضروا على على انت ذكرتني الان لعبت في كوت ديفوار على الساعه الثانيه زوال لعبت كانت عندي او كان معنا الاخ رشيد لعبنا ضد 2001 2001 ضد افريكا سبور نهائي ذهاب لا نصف النهائي 3-1 خسرنا 3-1. كيف كانت الاجواء يعني صعيبه؟ صعيبه الرطوبه كيفاش تاثر عليك؟ ما تقدرش تجري ما تقدرش كيما نقول لك تروح ما تعاودش ترجع الاسترجاع في الاسترجاع حنايا كي تكون في البيسين وتغرق ولا في البحر تغرق تحوس على الهواء باش تتنفس هكذا. حنايا كي تكون كي بايزون باك تلعب كي دير اون اكسيون بايزومبل اكسيون فيها الانتونسيتي زعما كيما قلت لو ريتم تاعهم يكون طالع حتى وترجع دير سبرينت مثلا فوالا عندك كيما قلت لازم باش تسترجع بالاكسجين لازم تتنفس هذيك ما كانش تاخذ وقت باش تعاود كيما نقول لك تتنفس كيما لالتيتود كيما قال لك. كانت عندنا فرصه ولعبنا في اثيوبيا وعرفنا واش معناه. اليوم شاهدت قمصان المنتخب المصري في فتره شرب المياه تحس بانهم خارجين من المسبح. درجه الرطوبه كانت عاليه اكثر من 80 درجه الرطوبه. ولكن تسمى اللي جوار افريكا مولفين هذاك كيما نقول الكليما هذاك الصعيب اخويا محمد انا نقول لك الصعيب وباش تضبط مع الكليما هذاك لازم تعيش فيها شهر ولا شهرين يومين ثلاثه منير كي يجيو في البرد يلقاو صعوبات كي يجيو 5 جويليا ولا في البرد يلقاو صعوبات ظن منير ماشي نظن بلي كاين فرق بين ابيجون وين لعبتو في 2001 وبواكي سي با لو ميم يعني شويه نظن ابيجون لو كليما اللي طري دور على يعطيك صحيح اللي بلي دور على بواكي اللي طري دور كيما الكاميرون كيما الكاميرون كيما الكاميرون. قبل ان نعود لمباراه اليوم اذا كان لديكم اي شيء عن المنتخب الوطني تريدون اي اضافه تفضلوا سعيد. انا نتمناه ان شاء الله والله نتمناه ان شاء الله المنتخب يكون في نهاره وكل لاعبين لانه كما قلت قبيله عندنا 23 ولا 24 لاعب نظن انه كلهم ان شاء الله يكونوا معنيين بالمقابله واللي دخلوا المدرب ان شاء الله يكون في نهاره ان شاء الله. انا متفائل محمد انا متفائل لان اليوم ما يجوش يرجعوا لنا هذا البوركينا فاسو
بوركينا فاسو تاني كوم يخافوا الجيري، حنا تاني كوني الجيري. نعم. بوركينا فاسو صح فريق محترم وكذا، ربح ديفيسيل مع موريتانيا، شرا بينالتي على 82 مينوت بالسيف، وشفنا موريتانيا ادى مباراه كبيره وكان قادر يفوز بها. حنا تانيك اليوم الجزائر عندنا حضور تاعنا ونقدروا نفوزوا عليهم. نعم. ان شاء الله.